تحتاج إلى أكثر من 80% وقد يكون أكثر، وفي دول بدأت تطعم لتصل إلى 100% من سكانها بحيث أنه يتطعموا. نعم إحنا كنا يعني نتمنى أنه نصل 4.5 مليون جرعة في بداية شهر أيلول اللي هي المرحلة الثالثة، مرحلة الفتح الشامل والصيف الآمن والفتح الوجاهي للمدارس والجامعات والمنشآت الاقتصادية جميعها. وصلنا هذا الرقم، لكن يبدو أننا نحتاج إلى المزيد من المطاعيم. إحنا بالأردن شهدنا أرقام ارتفعت في الأسبوع اللي كان أسبوع العيد الكبير والأسبوع الذي تلاه، تضاعفت الأرقام عن الأسبوع الماضي، لكن إحنا بالإجماع كل الخبراء أنه دخلنا في موجة، لكن أرقامنا لا زالت يعني في بدايتها، واللي نأمل أنه مسيرة التطعيم والتغطية العالية للمطاعيم والالتزام اللي هو يعني غير مكتمل من الناس، يعني اللي نأمل أنه يكون في أعلى درجاته للإجراءات الاحترازية حتى نضمن أنه الموجة تكون تحت سيطرة النظام الصحي. في ال 15 يوم الأخيرة من الآن تم تطعيم أكثر من 1 مليون جرعة في الأردن عنا. نتمنى أنه هذه تكون بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية وتطبيق أمر الدفاع 32 اللي هو ما بيجبرك أنت عشان أنت تأخذ المطعوم، لكن هو بيعطيك الفرصة بأنك تطعم. جميع وسائل التطعيم في مراكز التطعيم متاحة بالأربع أنواع المختلفة للمطاعيم ولكل الفئات العمرية حتى أن احنا نضمن تغطية عالية. كانت الأمور لسه مش واضحة، بس مع تقدم الحالة وهيك صار في توضيح للمطعوم ولكل مطعوم يعني إيش مهمته، فتشجعنا لهذا الإشي وأخذنا المطعوم. أخذت الروسي ومطعوم جدا ممتاز وما في جوانب عارضة، يعني الحمد لله والأمور طيبة. بشجع كل إنسان يطعم لأنه خفت عنا الحالات كثير، خفت من عنا الحالات.